أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام بعنوان يوسف عليه السلام مقابلة الإساءة بالإحسان. كنا في اللقاء السابق رأينا كيف أخذ يوسف عليه السلام أخاه بنيامين في شرعة الملك، واستعبد حسب ما قال إخوة يعقوب عليه السلام أن السارق عندهم في شريعة يعقوب عليه السلام أن من سرق يستعبد. رأينا ذلك في اللقاء السابق، وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفوا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ما زالوا يتهمون الأبرياء ويتهمون يوسف عليه السلام، فكأنهم قالوا إن العرق نزاع، وإن سرق أخوه الأصغر، أخو يوسف الأصغر بنيامين كما قال المفسرون اسمه بنيامين، فإنه هو وأخوه من قبل من أم واحدة وتتشابه أخلاقهم، فالعرق نزاع. هذا معنى الكلام، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طب هل سرق يوسف عليه السلام من قبل حتى يقول هذا الكلام؟ المفسرون أوردوا في هذا أقوالا ونقولات ليس لها إسناد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا إن يوسف عليه السلام كان عند عمته وهو صغير، ولما أراد يعقوب عليه السلام أن يأخذه من عمته وكانت متعلقة به جدا، فإنها وضعت له شيئا بين طيات ثيابه دون أن يشعر، ثم بحثت عنه فقالوا إنه هو الذي أخذه، فحسب شريعة يعقوب عليه السلام فإنه صار عندها عبدا عنده. قالوا هذه هي السرقة التي كانت، وأنت لو نظرت تجد أن يوسف عليه السلام لم يسرق، ولكن هو اتهم بالسرقة. وقال غيرهم كان يأخذ الطعام وهو صغير ويعطيه للفقراء، هذا قالوا. الشاهد أنهم قالوا هذا، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،
ما الذي أصر يوسف عليه السلام في نفسه؟ على تفسيرين، إما أنه أصر مقولتهم هذه وكظم غيظه عليه السلام، ثم استأنف فقال لهم أنتم شر مكانا، أي أنتم شر منزلة، والله أعلم بما تصفون، أو إنه أصر هذه المقولة بكاملها في نفسه، يقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي أصر ذلك في نفسه ولم يبدها لهم، على قولين للمفسرين. أنا أميل إلى أنه لم يقل هذا في علانية، وإنما قال ذلك في نفسه والله أعلم. قال أنتم شر مكانا، أي أنتم شر منزلة، لأنكم في الحقيقة أنتم الذين سرقتم يوسف من أبيه ورمتني بدائها وانسلت، وتتهمون الآن يوسف عليه السلام وأيضا أخاه على ما رأيتم بأنهم هم الذين يسرقون، والله أعلم بما تصفون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما تتهمون به الأبرياء، فالله بكل شيء عليم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ستلاحظ من أول هذه الآية، ستلاحظ تغييرا في لغة إخوة يوسف عليه السلام في مشاعرهم، ستلاحظ يعني كأن الآية السابقة كانت الآية الأخيرة في كلامهم السيء وفي مشاعرهم السيئة تجاه يوسف عليه السلام وتجاه أخيه. فسنلاحظ أن اللغة تغيرت، المشاعر تغيرت، وهذا سنراه الآن. فما الذي أدى إلى تغيير لغة إخوة يوسف، إلى تغيير مشاعر إخوة يوسف؟ هل مقابلة الإساءة بإحسان يوسف عليه السلام؟ يعني هو لو قال ذلك في نفسه سرا وكان حليما عليهم ومن أخلاق الأنبياء الحلم، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الحلم الذي كان في داخله له مقابل عند إخوته ربما. فالإنسان إذا أضمر شرا لأحد في سره فالآخرون يستشعرون هذا الإضمار وإن لم يبده، وإن أضمر خيرا في سره تجاه الناس فأيضا الناس يستشعرون الخير في كلامه ورغم أنه لم يبدي لهم شيئا. فالإنسان سبحان الله إذا أضمر شرا لأحد ولم يصرح به يعرفه، وإذا أضمر خيرا لأحد ولم يصرح به فإنه أيضا يعرف. فهل تغير هذه اللغة كانت نتيجة حلم يوسف عليه السلام على إخوته وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة وهو في مكانة الآن يستطيع أن يقابل الإساءة بإساءة، ولو قابل الإساءة بالإساءة فهذا من العدل، لكن يوسف عليه السلام حلم عليهم عليه السلام، فكانت النتيجة هو ما سنراه في الآيات التالية. هذا المحور الذي نتكلم عنه الليلة، يعني أنا أقول ده وجهة نظري الشخصية يعني والله أعلم، أنه من أكثر المحاور حزنا في سورة يوسف عليه السلام، يعني كما سأدلل على كلامي الآن أراه أكثر محور تتجسد فيه الأحزان والمشاعر المتناقضة ويغلب الحزن والعاطفة في هذا المحور. قالوا يا أيها العزيز، العزيز هذا اسم من أسماء الله الحسنى، لكن ورد أن سمي به يوسف عليه السلام، ورد قبل ذلك سمي به يعني عزيز مصر وتحت الملك، فيجوز تسمية المخلوقين بأسماء الخالق مع طبعا عدم الاشتراك
في أي شيء إلا في الاسم. فالفارق بين الاسمين وبين مدلول الاسمين كالفارق بين المخلوق والخالق. والله سبحانه وتعالى من أسمائه المؤمن. ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فيسمه المؤمن، هو من أسماء الله الحسنى. أيضا الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: لا تخف، إنك أنت الأعلى. يبقى لكن لا يجوز التسمية بالله أو بالرحمن، حتى أن مسيلمة، شوف أول ما نقول مسيلمة هنقول إيه؟ الكذاب. حتى أن مسيلمة سمى نفسه رحمن اليمامة، قبيلة يعني اللي هو منه، رحمن اليمامة. لكن انظر لما شارك الله سبحانه وتعالى في هذا الاسم المختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه صار على مدى الأزمنة حتى هو في حياته يسمى مسيلمة الكذاب. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبير. شوف هنا بقى الخطاب اتغير والمشاعر اتغيرت. فبدأوا يتذكرون حق أبيهم عليهم، وكيف سيحزن، إضافة إلى حزنه على يوسف عليه السلام. فبدأوا يتوسلون إلى العزيز وهم لا يعرفون أنه يوسف، نحن الذين نعرف لكن هم لا يعرفون. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا. والشيخ ليس هو صاحب اللحية لكن متقدم في السن. شيخا كبيرا أي متقدما طاعنا في السن، وسيحزن على فراق ابنه، وهو في الأصل حزين على فراق يوسف عليه السلام. فخذ أحدنا مكانه. يبقى أنا قلت المشاعر اتغيرت. شوف، قالوا: خذ أحدنا مكانه، استعبد أحدنا مكان بنيامين، ولا تأخذ بنيامين واتركه لأبيه. يبقى شوف هنا المشاعر اتغيرت اهي، بدليل أنهم يعني واحد منهم قال: اختار واحد من دول حتى لو كان الكبير واستعبده، لكن لا تأخذ بنيامين مراعاة لمشاعر الأب. إن نراك من المحسنين. وأنت ترى أن هذه المقولة قيلت ليوسف عليه السلام لما قال الفتيان في السجن ذات المقولة: نبئنا بتأويلي، إن نراك من المحسنين. وهنا أيضا يقولون: إن نراك من المحسنين. يبقى سمة الإحسان وسمات الإحسان ظاهرة على يوسف عليه السلام، وهي صفة لازمة له، سواء كان في السجن عرفه الفتيان، وسواء كان على ملك مصر. فالإحسان يظهر في الوجه، في الكلام، في الأعمال كما بينا قبل ذلك. وهم الآن يدافعون عن بنيامين رغم أنه في الظاهر سرق، على ما علموا وعلى ما نقل إليهم ورأوا الصواع، ويدافعون عنه ويراعون مشاعر يعقوب عليه السلام، وهذا لم يكن منهم قبل ذلك مع يوسف الذي كان بريئا. فالأمور تغيرت والمشاعر رقت بعض الشيء. هذا يدل على يعني سلامة أصل تربيتهم ربهم يعقوب عليه السلام، وأن وقع في أخطاء، فكل ابن آدم خطأ. هذا نأخذ منه فائدة هامة جدا، أن مهما كان في الناس من شر فإن فيهم الخير، ومهما كان في الناس من خير فإن فيهم بعض الشر. لا يوجد شر محض يتكلم عن الناس مستثنيا للأنبياء، وبالطبع لا أتكلم عن إبليس والعياذ بالله ولا عن الملائكة، إنما أنا أتكلم عن الناس، عن الناس. فالإنسان مهما كان يعني فيه الشر فتجد فيه بعض الخير، وأيضا الإنسان الخير تجد فيه بعض الشر، لكن الإنسان بينسب إلى الغالب، إلى الغالب عليه. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قبل هذه أقول إنهم في الآية السابقة توسلوا بأبيهم الكبير، والكبير له حق، له حق في الشرع وفي العرف، الكبير له حق. نعم، ووردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
تبين حق الكبير وفضل الكبير. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أراني في المنام وأنا أتسوك، أتسوك السواك، يستخدم السواك، وجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، أي اعطي للكبير، فدفعته إلى الكبير. يبقى هذا يبقى مراعاة حق الكبير وفضل الكبير. أيضا في حديث سهل بن أبي حسمة أيضا في الصحيحين موضع الشاهد أنه جاء أخوان محيصة وحويصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر ما، فأراد الصغير أن يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحيصة: كبر كبر، فتكلم الأكبر. وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا ورد عن أنس بن مالك وعن غيره من الصحابة، ابن عباس وأبي هريرة، عن جمع من الصحابة، وهو في سنن الترمذي وغيره. فالكبير له حق. حتى في صلاة الاستسقاء فإنه يخرج الشيوخ الكبار لأنهم عاشوا في الإسلام كثيرا، طبعا الذين على طاعة، كم صلوا لله سبحانه وتعالى، كم ركعوا لله، كم سجدوا لله، كم أطاعوا الله سبحانه وتعالى، فلهم حق. قال معاذ الله: أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. هذه قاعدة ألا تزر وازرة وزر أخرى. فيوسف عليه السلام ستقول إن يوسف عليه السلام يعلم أن بنيامين لم يسرق، نعم، لكن في الظاهر الآن من يراقب وإخوة يوسف يعلمون أنه سرق. فهذه القاعدة لابد أن تظهر، أنه لا يؤخذ البريء بجريرة المتهم. فيوسف عليه السلام قال: معاذ الله أن نكون من هؤلاء ونأخذ البريء بذنب المتهم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذه الآية أعرابي من الأعراب أسلم بسببه، بسبب هذا الجزء من هذه الآية. كان عندهم نظر في اللغة العربية وعندهم تأمل في اللغة العربية، فلما سمع هذا الجزء من الآية: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال: أشهد أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، إنما هو من كلام رب البشر سبحانه وتعالى. قال: هذا لم يسبق، يعني لم يأتي هذا في الأساليب العربية. فلما استيأسوا، مش فلما يأسوا، لا، هنا لو نظرت إلى استيأسوا تجد السين والتاء تؤكد أنهم يأسوا تماما، مبالغة في يأسهم من يوسف عليه السلام، أنهم من الممكن أن يغير موقفه، وجدوا الصرامة منه في هذا الأمر. لا، معاذ الله، الأمر منتهي، الأمر منتهي. استيأسوا منه، ماذا فعلوا؟ خلصوا نجيا، جلسوا مع بعضهم البعض لا يسمعهم أحد، وتناجوا فيما بينهم وتشاوروا فيما بينهم، خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم، شوف هنا برضو أيضا مرة ثانية مراعاة حق إيه؟ الكبير. فبدأ الكبير بالكلام: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ أنا أستشعر أن الكبير ده، أن الأخ الأكبر ده، هو الذي قال لهم قبل ذلك: لا تقتلوا يوسف. عنده يعني مشاعر، فهو الذي اقترح لما عزموا أن يقتلوه، فإنه قال: لا، نلقيه في بئر مطمورة ونتركه حتى يباع ولا نقتله. فهو إبهاز كان من أرقهم
قلبا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أخذ عليكم الميثاق الغليظ، وأشهد الله سبحانه وتعالى على هذا الميثاق على أن تعودوا ببنيامين ومن قبل ما فرطتم في يوسف، وأنتم تعلمون أنكم فرطتم في يوسف من قبل، يبقى ستعودون أيضا مرة ثانية بدون أخيه. هذا كثير على الأب، كثير على الأب. طب هو أخذ حول الكلام إلى واقع، لم يكتفي على الكلام وعلى النصيحة، ولكن بدأ بنفسه فقال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى أنا لن أبرح الأرض، الأرض هنا مصر، نعرفين خلاص، لن أبرح، يبقى لن أغادر مصر إلا أن يأذن أبي لي، يعلم الحقيقة فيأذن لي بالعودة، أو يحكم الله لي بأن تظهر براءة بنيامين، أو أن آخذ بنيامين لسبب أو لآخر، وهو خير الحاكمين، الله سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين، فالله يحكم بالعدل ويحكم بالحق سبحانه وتعالى. أنا قلت الكلام اتغير والمشاعر اتغيرت، واضح جدا، واضح جدا. ثم أمرهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى يعقوب عليه السلام فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، نحن لم نشهد عليه أنه سرق، لكن شهدنا ورأينا أنه استخرج صواع الملك من رحله، من الرحل، هذا هو الذي رأيناه وهذا الذي علمناه، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. يبقى هنا برضو فائدة مهمة وفقهية، أن الإنسان لا يشهد إلا بما يرى حقيقة، لا يستخدم الاستنباط وتركيب شيء على شيء في شهادته. ورد في حديث كان في سنده ضعف، مستدرك الحاكم وغيره، لكن هو ضعيف معناه صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له سأشهد على كذا، مطالب بشهادة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترى الشمس؟ شاف الشمس زي واضحة في ربيعة النهار، هل ترى الشمس؟ فقال: نعم. قال: على مثل الشمس فاشهد أو فدع، يعني إذا أردت أن تشهد فلتشهد على شيء واضح لك تماما كما ترى الشمس بدون سحاب في وسط النهار. حديث كما قلت سنده ضعيف لكن معناه صحيح. يبقى اترك ترتيب شيء على شيء وبناء شيء على شيء للقاضي وليس لك أنت، أنت لا تشهد إلا بما رأيت حقيقة. فهم لم يشهدوا السرقة لكن هم شهدوا أن الصواع استخرج من رحل أخيهم. أيضا فاتتني فائدة هنا، أنه في كلام يوسف عليه السلام قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل أن نأخذ إلا من سرق، لأنه يعلم أنه لم يسرق، لكن المتاع، من وجدنا متاعنا عنده، وهذا من التعريض، هذا من التعريض. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. عندما أعطيناك العهد والميثاق أن نعود لك ببنيامين لم نكن ندري ما سيحدث بعد ذلك، نحن لا نعرف شيئا عن الغيب ولا عن المجهول، نحن لا نعرف شيئا عن القادم، لا نعرف شيئا، لكن نحن أعطيناك العهود والمواثيق لكن لا نعرف أنه سيجري ذلك من بنيامين، وما كنا للغيب حافظين، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شوف، عشان هم صادقين يختلف كلامهم هذه المرة عن كلامهم لما عادوا بالدم الكذب على قميص يوسف عليه السلام. فالآن شوف، واسأل القارية. طب فين القارية دي؟ ده مصر، يعني
أرسل من يسأل القرية، هنا في مجاز بالحذف، واسأل أهل القرية. يبقى أرسل من طرفك من يسأل أهل مصر. فهذه المسألة يعني إيه؟ ظهرت وشاعت في مصر. واسأل أهل القرية التي هنا قلنا في مجاز بالحذف، وبعض المفسرين قال بل على حقيقته وليس فيه مجاز، ليس فيه مجاز. أي واسأل القرية، فأنت نبي مؤيد بالمعجزات، فاسأل الأحجار والأشجار والبيوت عن ما حدث مما نقوله لك، هل نحن صدقنا في ذلك أم لم نصدق. والأنبياء مؤيدون بالمعجزات، ونحن نعلم معجزات الأنبياء، معجزة النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، الريح لسليمان عليه السلام، المائدة وغيرها لعيسى عليه السلام، معجزات عصا موسى عليه السلام، وغير ذلك من المعجزات. نبينا صلى الله عليه وسلم شق له القمر صلى الله عليه وسلم، كلمه حجر في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، يقول النبي عليه السلام إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل البعثة. يبقى الأنبياء مؤيدون بالمعجزات، فأنت نبي فاسأل، يبقى إذا أجريناه على حقيقتها. واسأل القرية، اسأل مصر التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، اللي هو العير اللي هو القافلة التي أقبلنا فيها، أيضا مجاز. يبقى اسأل من كان معنا من راكبي العير من القافلة. يبقى أنت اسأل بنفسك القافلة التي خرجت معنا من أرض كنعان من فلسطين إلى مصر، اسألهم أنت بنفسك. وإن لصادقون، شوف هنا بقى الكلام، يعني وما أنت بمؤمن لنا هناك، لكن هنا وإن لصادقون، هنا يؤكدون أنهم فعلا صادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال لهم ذات الكلام الذي قاله لهم عندما جاءوا في مسألة يوسف عليه السلام. لماذا قال لهم ذلك؟ هو عنده سابقة، السابقة هو الكذب الذي كذبوه عليه في مسألة يوسف عليه السلام، وأيضا لأنه يعرف من أخلاق بنيامين أنه لا يسرق، وليس من طبعه أن يسرق. ولماذا يسرق وقد أحسن إليهم العزيز وجاءوا بالميرة وبالطعام؟ فهو استدل يبقى بالقرائن، قرينة الكذب السابق في مسألة يوسف عليه السلام، وبقرينة أنه يعرف ابنه أنه ليس من الذين يسرقون. قال بل سولت، زينت لكم أنفسكم أمرا، تدبيرا كما دبرتم في مسألة يوسف عليه السلام، فصبر جميل. إيه الصبر الجميل ده؟ هو صبر لا شكوى لأحد معه إلا لله، لا تشكو الله إلى أحد من خلقه. هو ده الصبر الجميل، هو ده الصبر الجميل، تصبر وأشكو إلى الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي وهو سيقول هذا يعقوب عليه السلام. إنما أن تشكو الله إلى الناس هذا ليس من الصبر في شيء، بل هذا من التسقط على أقدار الله سبحانه وتعالى. يبقى الصبر الجميل ألا تشكو إلى الخلق، إنما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. اشتد البلاء في الحقيقة على يعقوب عليه السلام، وتشعر بقى إن العقد بإيه؟ بتضيق، والمسألة بتشتد عليه وضاقت جدا، مما تستشعر أن الفرج قريب. شوف بقى يوسف عليه السلام، بنيامين أخوه الأكبر، يبقى شوف اشتد البلاء على يعقوب عليه السلام. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ففي الوقت الذي كان ينتظر يعقوب عليه السلام عودة يوسف عليه السلام، فإنه يبتلى بأن يفقد بنيامين وأن يفقد الأكبر من أبنائه أيضا. وتولى عنهم،
ترك أبناءه فقد كان بلاؤه بسبب هؤلاء، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ينادي على الأسف على الحزن الشديد على يوسف. تقول لماذا لم يذكر هنا بنيامين ولم يذكر الأخ ابنه الأكبر؟ لأن مصيبته الكبرى كانت في يوسف عليه السلام، هو يعرف الآن أين بنيامين ويعرف أين الابن الأكبر، لكن لا يعرف شيئا عن يوسف عليه السلام. فجددت عليه الأحزان، والأحزان يجدد بعضها بعضا، وقال يا أسف، كأنه ينادي الحزن، يا حزن الشديد على يوسف، وابيضت عيناه من شدة حزنه، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هنا قلنا بقى وصلت المسألة إلى الذروة، ضاقت جدا عليه، ابيضت عيناه من الحزن، على قولين للمفسرين، إما أصابته غشاوة كده وشاوة على عينيه فما عاد يرى إلا بالكاد، ضعف بصره تماما، أو فقد بصره تماما كما قال مجاهد، من الحزن. الحزن يؤدي إلى فقد البصر، نعم الحزن هذا يؤدي إلى أمور كثيرة، يؤدي إلى تعطيل منافع الكثير من الأعضاء في الجسد، نعم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، شوف يقزم حزنه وآلامه على ما حدث له، ولا يشكو إلى أحد، وإنما هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قالوا جلساء بقى، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تفتأ يعني لا تفتأ، يعني لا تزال، هتقعد كده على طول، يعني هتقعد تذكر يوسف 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 اللي باله عشرات السنين، حتى تكون حرضا أي تهلك وتضعف وتبلى، أو تكون أو تهلك، تهلك تماما، تهلك تماما. فهم ينكرون عليه أنه لا ينسى يوسف عليه السلام، فبماذا أجاب عليه السلام؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلم. أنا قلت في بداية كلامي أن هذا المحور في نظري، وأنا أقرأ سورة وأتأمل فيها أشعر أن هذا المحور هو أشد المحاور، يعني حزنا وعاطفة في قصة يوسف. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. بثي يعني همي، قال بعض المفسرين ذلك، بثي أي أشد الحزن كما قال ابن قتيبة، يبقى أشكو شديد حزني وهمي إلى الله سبحانه وتعالى، فدعوني وشأني، أنا أشكو ذلك إلى الله، لا شأن لي بكم، فلماذا تنكرون علي؟ دعوني وربي، خلوني وربي سبحانه وتعالى. وأعلم من الله ما لا تعلمون، ماذا يعلم؟ لابد أن نرجع ونتذكر الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، وأولها له يعقوب عليه السلام. فيعقوب عليه السلام على حسب الرؤية التي أولها يعلم أن يوسف عليه السلام سيعود، وأنه هو وأمه وإخوته جميعا سيسجدون له سجود تحية حسب الرؤية التي أولها له يعقوب عليه السلام، ويعلم ذلك، ويعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عاد مرة أخرى إلى بنيه، طب ما هو أبناء دول سبب الابتلاء، لكن هو لا يملك سواهم الآن، ليست عنده أسباب إلا هؤلاء وهم أبناؤه، مهما فعلوا فهم أبناؤه، فهم أبناء. فأمرهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ارجعوا إلى مصر مرة ثانية، ارجعوا تجد الحزن الحقيقة واضح قدامي جدا في ثنايا الكلام، وأرجو أن يكون وصل إليكم أيضا.
يا بني يذهبوا فتحسسوا بالحواس كده. التحسس هو المعرفة بالحواس، والتحسس يكون في الخير والتوجس يكون في الشر. تحسسوا من يوسف وأخيه. طب هنا العجيب إنه هو يذهب إلى مصر، نعم يتحسسون أخبار بنيامين، لكن يتحسسون أخبار يوسف؟ هذا هو العجيب في هذه المسألة. هذا يقينه بالله سبحانه وتعالى أن هناك أمرا ما سيحدث، وأن هناك علاقة ما بين فقد بنيامين وبين بقاء الأخ الأكبر هناك وبين اختفاء يوسف عليه السلام. هو يستشعر بفراسة كده النبي أن هناك شيئا ما يتعلق بمصر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ده بالنسبة لو كان مسلم كبيرة من الكبائر، والكافرون هم الذين يأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما دخل عليه، شوف انتقالة أخرى بعد أمر يعقوب عليه السلام لأبنائه أن يذهبوا إلى مصر، ذهبوا ودخلوا على العزيز عليه السلام على معرفتهم هم وعلى معرفتنا نحن المتلقون على يوسف عليه السلام. فلما دخلوا عليه، شوف بقى هنا الكلام في انكسار ازاي، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تشعر أن هنا في انكسار وفي ذل، في توسل وفي ضعف، وهؤلاء أمام يوسف عليه السلام وهو على حكم مصر وهو الآن في موقف القوي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، نحن مسنا وأهلنا في فلسطين الضر، ليس عندنا طعام، أصابنا المرض، أبونا حدث له أنه فقد ابنه قديما وفقد ابنه الآن، وابنه الكبير لا يريد أن يرجع، فكل هذا اجتمع علينا. ثم مع ذلك وجئنا ببضاعة مزجاة أي رديئة، معنا عملة لا تساوي أن تعطينا شيئا، لكن هذا ما نملكه، هذا ما نملكه. هذا نعود سريعا كده، كنت رجحت أنه في مسألة لما رد إليهم الأموال البضاعة وضعها في متاعهم، كنت أنا رجحت قلت أميل أنه فعل ذلك حتى يعودوا، ربما لا يجدوا، لا يجدون مالا مرة ثانية، لا يستطيعون العودة بأخيهم الأصغر، فكنت رجحت هذا ربما يعني يبين وجه الترجيح في المسألة، أنهم لا يملكون مالا، لا يملكون. وجئنا ببضاعة رديئة، بمال رديء، ومع ذلك يتزللون له، فأوفي لنا الكيل، أعطنا الكيل تاما، وتصدق علينا، واجعل هذا من الصدقة علينا. وبأن يطلبون من أخيهم الصدقة، إن الله يجزي المتصدقين، فجزاء المتصدقين عند الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لما رأى انكسار إخوته ورأى ما وقع بأهله وما وقع بأبيه، رق قلبه عليه السلام، فأراد أن يكشف لهم الحقيقة الآن، فقال لهم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال مذكرا لهم، طب هم العزيز كيف يعلم قصة يوسف؟ لا يعلم قصة يوسف عليه السلام. فهو قال مذكرا لهم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه والظلم الذي وقع على يوسف وعلى بنيامين إذ أنتم جاهلون؟ لأن من فعل ذلك جاهل، والعاصي جاهل، العاصي وقت أن يقع في المعصية لا يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، فهو جاهل وقت وقوعه في المعصية. إذ أنتم جاهلون
قال وإنك لأنت يوسف. هنا كانت المفاجأة بقى. قال وإنك لأنت يوسف، يعني دخلوا عليه مرات ومرات وما فكر واحد منهم أن هذا يوسف عليه السلام. لكن لما قال لهم ذلك، من يعلم هذه القصة إلا العائلة، قالوا إنك لأنت يوسف. هو أنت يوسف عليه السلام؟ أإنك لأنت يوسف، أنت أيها العزيز الذي على حكم مصر الآن، أنت يوسف الذي ألقيناه في البئر من عشرات السنوات. هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. هم يتساءلون لكن لم يجزموا في الأمر. أإنك لأنت يوسف؟ هو أنت يوسف ولا إيه؟ أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي. المفاجأة كان طبعا زلزلت الإخوة، زلزلتهم جميعا. طبعا إحنا نحن كمتلقون نعلم، لكن هؤلاء ما كانوا يعلموا، فكانت مفاجأة. وتخيل كده وتوهم معي الآن في هذا الموقف العصيب عليهم وعلى أبيهم وعلى العائلة بالكامل، في موقف الذل والانكسار، والعزيز وعزيز مصر، وثم يكتشفون أن هذا العزيز الذي دخل عليه مرات ومرات هو أخوهم يوسف عليه السلام. قال أنا يوسف وهذا أخي. لم يقل نعم أنا العزيز، ولم يقل انظروا ماذا فعلتم فيه، لا، وإنما بتواضع الأنبياء وأخلاق الأنبياء قال هذا الكلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم وغيره، موضع الشاهد: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. نعم، فيوسف عليه السلام تواضع لله سبحانه وتعالى وقال أنا يوسف بلا لقب، وهذا أخي وهذا بنيامين. قد من الله علينا، من الله علينا وأنعم علينا ورد المنة لله والفضل لله سبحانه وتعالى، ليس بجهدي ولا بتدبيري ولا بتفكيري، إنما الفضل كله لله سبحانه وتعالى. قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكما قلت أشرت إلى ذلك مرات، أنه بعد التخصيص يأتي التعميم في قاعدة حتى تفهم أنت أن المسألة ليست متعلقة بيوسف فقط، وإنما متعلقة بكل الناس وبكل المتلقين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وتصير كقاعدة، قاعدة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعليك بالتقوى وعليك بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بذنبهم وبتقصيرهم، و أن الله سبحانه وتعالى فضل يوسف عليه السلام عليهم بالخلق والخلقة، بالخلق والخلقة، وفضله عليه السلام بالنبوة. اعترفوا بالحق فضيلة: لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا. طب أين الحسد الذي كان؟ ذهب كل هذا. الحسد هو الذي دفعهم إلى أن يفعلوا في يوسف ما فعلوا. عادوا إلى الحق: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بخطئهم، وكل ابن آدم يقع في الخطأ، إنما لا تستمر في الخطأ، إنما أقلع عن الخطأ وتواضع لله سبحانه وتعالى واعترف بأنك أخطأت في حق الناس، لا تتكبر ولا تستمر تعاند، وإنما إذا وقعت في الخطأ فاعترف أنك وقعت في الخطأ، وإن كنا لخاطئين. انظر إلى يوسف عليه السلام، قال: لا تثريب عليكم اليوم. يبقى لم يستغل هذا الموقف
وإنما قال لا لوم ولا توبيخ ولا تقريع ولا سأذكر لكم ما كان من قبل هذا، وهذا سنراه بعد ذلك في كلامه مع أبي، لا لوم ولا توبيخ ولا تقريع ولا حتى تذكرة بما فعلتموه بي، لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أي طلب أن يغفر الله لهم، دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم سبحانه وتعالى، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن يوسف عليه السلام دفع بالحسنة السيئة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيوسف عليه السلام دفع بالتي هي أحسن، وما عامل إخوته بمقتضى ما فعلوا، وإنما وعدهم أن ينسى هذه المسألة بعينها، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لهم، ودعا في الحال، كما سنرى أن يعقوب عليه السلام أجل الدعاء سنراه إن شاء الله، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. عودة مرة أخرى إلى القميص، بسبب القميص حدث ما حدث ليعقوب عليه السلام عندما جاء على قميص يوسف بدم كذب. قميص هذه المرة يعود، لكن هناك فارق بين القميص الأول الذي أدى إلى ابتلاء يعقوب عليه السلام وبين القميص الثاني الذي سيكون السبب في السعادة وفي رفع الابتلاء عن يعقوب عليه السلام، وهذا سنراه بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا سبحانه وتعالى. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوثقها.